السلام عليكم، كديرين بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي ندير لكم طارت بالفريز. راه عندنا سيطرة الحليب، باش دابا غنصاوبوا لا كريم تاع لا طارت. عندنا سيطرة الحليب، عندنا جلفة تاع الحامض، جوج نطيبهم مع الحليب، عندنا 3 صفار البيض، معلقة تاع النشا، وعندنا 3 معالق تاع السكر تاع سنيده، وعندنا فاني. غنبداو على برنامجنا. نصاوبو، غنديرو سطرة الحليب ونديرو مع فانيا كدا باش تعطي النسمة. ودابا نديرو جلفة تاع الحامض، صافي نديروه يطيب. مع ما هو كيطيب حنا كنحركو فيه. نكملو الخام ديالنا، غادي نديرو 3 البيضات، 3 صفار البيض، معلقة تاع النشا، حسب اللي كيبغي الماكلة ناقصة نص سكر. غندير 3 3، صافي، ونخليهم يطربو مزيان. من بعد ما طربنا البيض والمايزينا والسكر، من بعد ما الحليب فاض، غادي نديرو الصفاية وغنصفيو بشوي 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 ونطربو. صافي، نبقاو غادي بحال هكا حتى نديرو الحليب كامل. غادي نحركم نطربو، نبقاو ديما نحركو. الطالب ديالنا تجمع لنا لا كريم ديالنا، وخلينا فوق البوطة حتى تجمع مع النشا والبيض والحليب. ها نشوفو شو لا كريم كي كتجي. شوف، صافي، دابا نديروها في الجبانية، فشي دابا جبانية عندنا ولا طاسة كبيرة، نخوها ونخليوها تبرد وندوزو العجينة ديالنا. ودابا ما درتها في الجبانيه، نبقى نحرك فيها حتى تبرد باش ما تجمعش لينا. صافي، دابا العجينه ديالنا هاي عندنا بارت بريزي، كنشريها انا واجده. غادي نشد نقطع هذا اللي غنديرو فيهم، ندير القياس تاع هذا. صافي، نبقى غادا بحال هكا نقطعهم كاملين. بعد ما درنا العجينه ديالنا في الليمون، خصنا نتقبوهم مزيان، يا اما تقبيهم مزيان ما دير فيهم لوبيا ولا عدس ودخلها من الفران. انا غير غنتقبوهم بحال هكا، وكيخصهم يتقبو مزيان باش ما يتنفخوش. صافي، ونديروهم في الفران حتى يطيبوا. شفتوا انا تقبتهم كاملين، دابا ندخلوهم من الفران. صافي، ها الكريم ديالنا خرجنا من الثلاجه من بعد ما بردات، حركناه مزيان. غادي نبدا نعمر بعد الطاس ديالنا من بعد حتى هما ما بردو.
كتجي زوينه هاد لاكريم بالحامض، كتجي زوينه عطيه ريحه الحامض فيها. صافي كنبقاو غادي غير نحركا حتى كنكملو كاع لي طارت ديالنا. ها نتوما هو الشكل النهائي تاع الطارت وفخاز ديالنا، راه كتجي لاكريم زوينه، نتمنى تجربوها ونتمنى الوصفه تعجبكم بالصحه والراحه.